السلام عليكم خوتي، كيف حالكم؟ كلشي مزيان. انا اللي غادي نقول لكم الله يرحم الوالدين. المهم اللي توصل بشي نور الله وسطى كونطرا ديالو، يعني نور الله وسطى راه فيها وفيها. نور الله وسطى هي عدم المنع، نور الله وسطى ممكن ان تكون فيها تجمع العائلي ولا تكون فيها شي حاجه اخرى. اللي توصل بالكونطرا ديالو يحاول انه يشارك معنا، رسلوا للبريفيكتورا. اليوم توصلت واحد الكونطرا ديال روما الاخوان مضروبه مزوره، ما تثيق حتى شي واحد. وصلتك الكونطرا، وصلتك الكونطرا، سول على راسك. حنا ما علينا الا نرسلوها للبريفيكتورا، ماشي ديال العام اللي فات، ديال هذا العام هذا. رسلوها للبريفيكتورا، عطاتنا الجواب الصحيح وقالت لنا اه راه هذا الكونطرا صادره هذه البريفيكتورا، غادي نشاركوا معك الخبر، غنشاركوا معك الخبر ونقول لك هنيئا لك راها صحيحه. علاش انا درت هذا الفيديو هذا؟ حقاش شفت كونترات مزورين، كاينين كونترات الاخوان مضروبين دابا حاليا، كاين كونترات مضروبين، وكونترا ديال روما يلاه تواصل معايا واحد الولد حاليا قلت له شوف هذه راها مزوره، ما تثيقش ما تثيقش حتى تتاكد. المهم كتبان الكونترا ما كاينش اللي عطيها فيها انها مزوره، واخا ما عرفت كيكون كيضربوا النوميرو دي بروتوكول لو كيقول لك هاك ها هي الكونترا عندك تشوف انت بعينك، والله ما تعطيها مزوره. ولكن الا تواصلتي مع البريفيكتورا، بريفيكتورا ولا سبورتيلو اونيكو ولا منين خارجه هذيك الكونترا ولا فيتشو دي لافورو ولا كيقول لك اه اما راه كاينه عندنا ولا ما كايناش هذه الكونترا عندنا. فهمتوني اخوتي؟ هادشي علاش بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا، الواحد يرد باله، راه ماشي غادي توصل من الله وسطى راه صحيحه 100%. فهمتوني؟ الواحد يرد باله، توصلتي بشنو الله وسطى العام اللي دافع فيها، حاول انك تواصل معنا، وعلى الاقل نعطيو معلومه الناس اخرين اللي كيتسناو في هذا العام اللي دافع فيها انت، ونقولوا راه ان شاء الله راه بداو كيخرجوا الكونترات. وحاول انك ما تصيدش وسول على راسك مزيان، سول على راسك مزيان عوض ما دير جميع الاجراءات وتمشي تدفع وتعطي الفلوس ديالك وكل شيء. حنا كنعرفوا بان الناس راهم معذبين وغير مسلفين، غير مسلفين باش شارين كونترات. الله يكون في العون، الله يكون في عونكم الاخوان، الله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله. راه اي جديد غادي نشاركوا معكم. وكيف ما شفتوا الاخوان، هضرنا على فوجا، هضرنا على امبيريا، هضرنا على سافونا، هضرنا على افيلينو. وبالنسبه لامبيريا الاخوان، الناس اللي دافعين في امبيريا نفس الجواب امبيريا، البريفيكتورا ديال امبيريا عطاته لواحد الاخ اخر، قالت له 27 في شهر 4 الكونترا ديالك غتكون في القنصليه. امبيريا الاخوان سمحوا لي على الصوت حقاش ضربني البرد ما قادش نهضر. امبيريا الاخوان يعني قالت نفس الرد، راه كنت ديجا شاركت معكم هذه المعلومه هذه. امبيريا كتقول 27 في شهر 4 كونترات غادي يكونوا في السيستم وغادي يتواصلوا مع القنصليه، غيكون كومونيكاسيوني ما بين البريفيكتورا والقنصليه وغادي يعطيهم الكونترا. هنيئا لكم، الله يعاونكم. اي جديد غادي نشاركوا معكم، نهاركم مبروك اخوتي. ما تنساوش لي لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي هما دافعين. الا توصلوا بالكونترا يسولوا على روسهم، توصلتي بنور الله وسطى ديالك ولا كونترا شاركها معنا، نحطوها يعني نقول ماشي حنا غادي نحطوها، غادي نحيدوا كانشيلي ولا غادي نشطبوا على الاسم والنسب الى اخره، نقولوا الناس اللي هي دافعه واش فعلا خرجوا كونترات، شكون اللي توصل في هاد العماله بالكونترا ديالو، ونتحقوا منهم بطبيعه الحال صحيحه ما صحيحاش، ونشاركوا معكم معلومه. الله يسهل عليكم يا اخوان، الله يسهل عليكم كاملين، الله يعاونكم وعواشر مبروكه.